مرة عليكم العائلة، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم تتمة ديال الفيديو الصابر. نتمنى تكونوا شاهدتوه، واليوم انا بقيت عند الوعد ديالي، غادي ننزل لكم الفيديو الجديد اللي غادي نتكلم فيه على سبب الغياب ديالي. خليكم معايا ما تمشيو فين. هو الجو زوين ماشي ما زوينش، ما كتشوفوا منظر رائع و حتى الهواء زوين، ولكن راه بارد. ما كرهتش نصور لكم هنايا، ولكن ما عرفتش باش ندخل داخل ولا نصور لكم فيديو هنا. نيت واخا غادي نصور لكم هنا، وحتى لا ظلام الحال عاد نكمل فيديو لداخل. هكا مزيان، كنبان لكم مزيان صافي. والسبب الرئيسي اللي خلاني نقطع عن اليوتيوب هو الحمل ديالي. ايه كنت حاملة نهار اللي حماليت، نهار اللي حبست اليوتيوب لحقاش ما بقاتش عندي القناة ديال انني نصور شي فيديو ولا نخرج ولا ندير شي حاجة. جاني الوحام صعيب 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 بزاف، حتى من الطياب اللي كان عزيز عليا وليت كنكره وما بقيتش كنحمل او كنشم ريحه الطياب، ولا تا الشهيه مشات لي، يعني تبدلت بزاف. القناه مشات يعني ما بقيتش ديك الحريه اللي كتعرفوا، تبدلت تماما. وهذا الشيء كامل هو اللي خلاني نقطع عن اليوتيوب. ندوز من ظروف قاصحه شويه وانا في فتره ديال الحمل ديالي، يعني بغيت نشارك معكم داكشي اللي عانيت منه وداكشي اللي دوزتو. الا عاودت لكم بلي ديطاي راش لا ما يتعاود، والله حتى نبقى فيكم. كنت كنصور لكم ديك الفتره والله تنبقى فيكم بزاف، ولكن انا ما بغيتكمش تشوفوني في داك الحاله، والحمد لله. كاين ناس اللي كيدوز معاهم الوحام 3 شهور 4 شهور، انا راه حتى قربت نمشي للولد وانا كنحس براسي باقا عيانه، باقا مريضه. واخا كنت كنسافر واخا بزاف باش نحسن النفسيه، ولكن والو نهائيا. الفتره ديال الحمل ديالي نقدر نقول لكم دازت بسرعه، ولكن دازت قاصحه بزاف. عانيت بزاف. كان كلشي عندي غادي مزيان، كلشي بخير، كلشي هو هذاك، حتى لاخر شهر فاش قالت لي الطبيبه شوفي حوريه راه غادي تولدي في الاول ديال الشهر الجاي، يعني او في النص، خصك تكوني مستعده في اي وقت. وسولتني واش بغيتي تولدي عادي ولا بغيتي تولدي سيزاريان. قلت لها هذا السؤال هذا بلا ما تسقسيني عليه، انا راه ما يمكنش ليا نولد سيزاريان. اول حاجه ما كنفكرش فيها، ثاني حاجه انا باغا نولد عادي، انا ما كنفكرش نولد سيزاريان نهائيا. مستحيل تقول لي راه غادي نولد سيزاريان. قالت لي ولكن خصك تكوني مستعده لاي حاجه، يعني ما تقدريش تقولي برا غادي تولدي عادي 100%. قلت لها ولكن انا باغا نولد عادي. قالت لي ونقدر نقول لك 80% او 70% غادي تولدي سيزاريان. لا ما بغيتش. قلت لي مهم ان شاء الله يكون خير. عطاتني لي زاناليز، مهم كلشي مزيان كلشي وهداك. عطاتني ندير شي لي زاناليز ديال 8 شهور. المهم دخلت في الشهر ديالي، اللي غادي نولد فيه، يعني في الوقيته اللي غادي نولد فيه. صافي دخلت في الوقيته في الشهر ديالي اللي غادي نولد فيه. صافي هنا دخلت في الشهر ديالي اللي غادي نولد فيه، وكانت هي مستعني بان منين ندخل في الشهر ديالي اللي صافي هنا دخلت في الشهر ديالي اللي غنولد فيه، وكانت موصياني ملي دخل شهرك تمشاي عطي لا مارش مزيان. داكشي اللي درت انا، غير دخلت في الشهر ديالي بقيت كنعطي لا مارش، تمشى عرفتي كنتمشى
تقريبا 45 دقيقة ما كنوقفش، يعني تمشيت كنتمشى مزيان ولات عندي واحد الطاقة. شحال نقول لكم، هذيك الطاقة ما كانتش فيا وانا محملاش، ديك الطاقة ما كانتش فيا نهائيا. متحمسة باغي نمشي نولد وعكزانة وما سخياش بزاف ديال الحوايج، يعني ما نقدرش نوصف لكم هذاك الاحساس. باغي نمشي نولد وفي نفس الوقت عكزانة، وفي نفس الوقت خوفانة، وبزاف ديال الحوايج وكلشي تعرم عليا وما بقيتش قادرة تبلوكيت. وليت كنفرغ داك الشعور ديالي غير في لا مارش، يعني وليت كنتمشى. واش بعض المرات في الصباح، بعض المرات في العشية، المهم كنعطي لا مارش. المهم هنا جات الوقيته ديال الولاده ديالي. واحد النهار ديك جاتني واحد الطاقه اللي كثار، واحد كنعقل النهار اللي غادي نولد فيه. خديت كلشي، تقديت كلشي، مجده راسي، مجده الحوايج ديال البيبي، مجده كلشي. يعني انا ما كان عندي واحد الشعور في شكل، وتراجلي كيقول لي شوفي راه تزادت فيك واحد الطاقه ماشي عاديه، رتي كتبانيش عاديه. كنقول له صافي غدا غادي نمشيو لمراكش، غدا غادي نمشيو الصباح لمراكش باش نكون قريبه، يعني حيت الكلينيك اللي مشيت ولدت فيه هو لو مراكش، يعني تما اللي كنت دايره غادي نولد. كنت باغا نولد في الكلينيك ديال لو مراكش، تما كنت باغا نولد يعني باش نكون قريبه بلا ما نمشي من بنغليت حتى لمراكش. قلت صافي، هو اصلا كان عنده خدمه تما، قال لي بغيتي تمشي يلاه. فين وجدت حوايجي في الليل، تخيلوا معايا مع جوج الليل وانا جالسه كنقاد في الحوايج ديالي، جامعه لي فاليز، جامعه كلشي. كنقول لي دوزي تنعسي ترتاحي شويه، كنقول له والو انا بغيت نوجد كلشي. كنقول له الصباح وين فتح، زعما ماشي ضروري دابا حتى الصباح وجمعي داكشي اللي باغا تجمعي. قلت له لا انا غادي نوجد دابا هي دابا كلشي بغيتو يباس واجد. مشيت تقديت كلشي، المهم عرفتي كنقول لكم كان عندي واحد الشعور، كنت حاسه بانني راه قربت الوقيته ديالي، واخا هي عطاني حتى النص اولا، يعني ما عطينيش واحد لادات فيكس ني النهار بالضبط، قالت لي النص اولا في الاول، كوني عام مستعده وصافي. المهم مشيت نعس، وصلت الخمسة ديال الصباح، لا الخمسة ونص، وصلت الخمسة ونص ديال الصباح، كنحس بشي حاجة دارت لي بوم، حشي ركلة عرفتي حشي بونية ضربتني. اشنو هذا؟ سقية طرطقات لي، قالت لي هي الاولى، ما جاني لا وجع لا حتى شي حاجه، سقية طرطقات لي هي الاولى. ما مولفاش انا، ما عارفاش اصلا حتى السقيه كي دايره، ما عارفه والو، صافي ما عرفتش شنو غادي نعمل. بقيت كنفيق راجلي نوض، كيقول لي شنو تخلع نوض مخلوع مسكين شنو. كنقول له صافي راه نوض غدا نولد. كيقول لي كيفاش غادي تولدي؟ كنقول له طرطقات لي السقيه. كيفاش طرطقات لك السقيه؟ زعما ما جاك لا وجع لا والو. كنقول له راه غدا نولد، صافي دابا خصني نمشي للطبيب، يعني راه غدا نولد. انا ما عرفتش واش نتخلع واش نخاف، ولا حيت علاش، حيت ما فياش الوجع، باقي ما جانيش الوجع. صافي عرفتي ما نقول لكمش، ما قدرتش نلبس حوايجي، ما قدرتش نتحرك باش نمشي. صافي تما مشيت عند عدوسي، فيقتها غير بشويه، قلت له شوفي بلا ما تخلعوا، زعما كرا انا اللي خصني نكون مخلوعه. كنقول لها شوفي بلا ما تخلعوا، فيقوا غير بشويه، انا راه غدا نولد. كتقول لي كيفاش غادي تولدي؟ زعما راه كتبان لي عاديه. يقول لها راه طرطقات لي السقيه. واش طرطقات لك السقيه وما فيكش الوجع؟ كنقول لا. صافي ديك الساعه ناضوا كيجمعوا كنرجع عند راجلي، كيقول لي وانتي جامعه؟ كنقول له كيف ما شفتيني البارح، انا راه جامعه يا هذيك واجده، يلا نمشيو. قلت لك نشوفك ما خايفاش. كنقول له انا ما خوفاناش، ها كون هاني ما خايفاش هذا. انا الخلعه ديالي جات مكالميه الحمد لله، يعني ما نوضش الرعب في الدار ولا شي حاجه. المهم كنت فكرت
والله العظيم ملي كنتفكر كتجيني البكية على داك النهار. وهو جالس كيجمع في الحوايج في البيزة، كنقول له شنو كتعمل؟ كيقول لي وراه غادي تمشي تولدي. كنقول له وانا غادي نمشي نولد، انت مالك جمع هادشي كامل ديال الحوايج؟ كيقول لي راه ما عارف شنو كندير. قلت له صافي شوف، ثلاثه ديال اللبسات، ربعه ديال اللبسات، صافي حنا اصلا عندك الحوايج تما، يعني ما كاينلاش دي هاد الحوايج هادو كاملين. كيقول لي لا لا صافي واخا يلا نمشيو. نزلو هما، انا ما قدرتش ننزل، ما جبتش رجلي اللي غادي ننزل بيهم. نهار جديد والتتمه ديال الفيديو، غير سمحوا لي ما قديتش نحط لا فيديو كيف ما وعدتكم. راكم عارفين ملي كتكون بوحدك حتى حاجه ما تابعك، عادي جدا انك تحط فيديو بشكل يومي، تحطه في الوقت ديالو بزاف. ولكن ملي كيكون لي عندك مسؤوليه راه صعيب بزاف باش تعاود اونجاجا من جديد. غادي نكمل معكم لا فيديو في نفس المكان اللي تكلمت معكم فيه البارح. خليناها البارح، خليناها كنت غدا نولد، غدا نولد. المهم بدا كيجيني الوجع وانا هابطه في الدروج، وهكاك ما قلت حتى شي واحد باش ما نخلع حتى شي واحد. ولكن راه ملي انا خارجه من الباب عتو الوجع كيجيني في واحد اللحظه، وثاني صافي كيوقف عاوتاني كيجيني داك الوجع. ما عمري حسيت بهذاك الوجع، ما عمري حسيت بيه. ورغم ذلك سكت، ما قلت حتى شي حاجه، حتى ركبت الطوموبيل وكنقول راجلي، كنقول له شوف انا راه كنتقطع بالوجع. كيجيني واحد اللحظه راه كنتعس، كنبقى ندير كنغوت بحال هكا، كنقول له الوجع فيا الوجع. كيقول لي عصبري. والحمد لله الحمد لله عرفتو هذاك النهار كان ميسر من عند الله، سبحان الله كان ميسر. كنقول لهم انا النهار اللي غادي نكون غدا نولد غادي طيح الشتاء، وفعلا هذاك النهار سبحان الله طاحت الشتاء، حق الله العظيم طاحت الشتاء. حنا غاديين والشتاء كطيح في هذاك الصباح، والطريق خاويه عرفتو. مشينا ما وقفنا ما والو، صافي دوزنا درنا عين المازوط ومشينا شدينا الطريق نيشان لاكلينيك. دخلت لاكلينيك انا ما عارفاش واش ديك الساعه غادي نولد ولا غادي يرجعوني حتى يعني يشوفوني واش ديك الساعه نولد، ويقولوا لي سيري باقا مع تولدي. ما عارفاش يعني اول مره اول تجربه ما عارفه والو. كنت قلت لهم راه غادي نولد، دخلوا معايا العائله وداك الشيء. المهم قالوا لي اش من طبيبه عندك. قلت لهم سي مامري. صافي اتصلوا بها، قالت لهم هي هذيك المريضه ديالي. وليت اتصلت بها انايا، قلت لها شوفي انا راه في لاكلينيك دابا، راه انا غادي نولد. قالت لي شنو زعما الاعراض اللي جاوك؟ قلت لها واش فيك الوجع؟ قلت لها لا. طرقت لي سقيه، قالت لي شوفي انا خارجه من لوك خليك تما انا جايه دابا. فعلا صافي ديك الساعه طلعوني، بدلوا لي حويجاتي، قالوا لي تجي الطبيبه ديالك. دخلت معايا واحد الطبيب والمساعده ديالها. قالوا لي صافي راه غادي تدخلي باش تولدي. ثم الطبيبه ديالي، قالوا لي الطبيبه ديالك حنا راه اتصلنا بها راه هي جايه في الطريق. داروا لي الراديو للبيبي باش يشوفوا الدقه ديال القلب، وهذا كلشي مزيان. جات الطبيبه، ماشي الطبيبه ديالي، الطبيبه ديال الكلينيك، جات قلبتني وداكشي. قالت لي الاخر التحاليل اللي درتي في اخر شهر. قلت لها عطيتهم لا. المهم عطيتهم لا، يسقل لي وقلبتني ويسقل لي شوفي راه غادي تولدي سيزاريان. قلت لها علاش؟ ميمكنش. قالت لي حيتاش البيبي ما عندكش مقبل. عرفتي الصدمه ما تخيلوش. انا ما بغيتش نحرق لكم المراحل، وما بغيتش نقول لكم المفاجاه، واحد المفاجاه اللي هي زوينه بزاف، لكن دابا غادي نقولها لكم. ما بغيتش نقولها لكم من الاول، لكن دابا غادي نقولها لكم. قلت لها ما يمكنش، انا راه طبيبه قالت لي 90% ولا 80% غادي تولدي عادي. قالت لي ولكن راه هادشي اللي كاين، راه انت غادي تولدي يعني عندك البيبي ما مقبلش، خصك ضروري تولدي سيزاريان، والا راه غادي تعذبي بزاف، وغادي تعذب يعني، وما نعرفوش شكون، وتكون الولاده ديالك مزيانه ولا لا، تقدر يوقعوا شي مشاكل وانت اللي تحملي المسؤوليه. بقات كتهضر معايا. قلت لها عافاك عيطي لي الزوج ديالي. المهم عيطت لي راجلي دخل عندي، بقات كتهضر معانا وداكشي. وقلت لها لا صافي خليها تجي الطبيبه ديالي. بقيت كنتسنى الوجع فيا وهذا، واحد شويه وهي تجي الطبيبه ديالي. نفس الشيء درت الاجراءات ديالها وداكشي، قلبتني
ملي قلبتني لقات الوالده يلاه بدات كتحل. قالت لي شوفي الوالده راه يلاه بدات كتحل لك وغادي تعطل. قلت لها تلفوقاش؟ قالت لي تقدر حتى ل6 ديال العشيه ولا حتى ل8 كاع. قلت لها ماشي مشكل نقدر نصبر. قالت لي تقطعي بالوجع زائد البيبي يقدر يشرب الميكروب، وعاد تقدر تولي تعاودي لي زاناليز باش نعرفوا بان راه كلشي مزيان ولا يقدر يكون شرب الميكروب. خصنا نشوفوا ضروري ديري لي زاناليز. المهم دخلت الطبيبه ديالي قالت لي شوفي حوريه انا راه غادي يجيك نيشان وما بغيتش نخلعك من قبل، وراني سبق لي وسولتك واش تقدري واش بغيتي تولدي عادي ولا تولدي سيزاريان. قالت لي في اخر مره جيتي لعندي باش درتي لي كوغرافي راه كان عندك بيبي واحد مقبل وواحد لا، وقلت انا راه مع ديدي شويه وعاد تعطي لها مرشه غادي يكون البيبي تقبل، ولكن دابا راه ما عندكش مقبل. انا ديالي مفاجاه اللي بغيت نفاجئكم بها، الحمد لله وشكر لله ربي عطاني توام. اييه كان عندي توام الحمد لله تبارك الله ما شاء الله، زادوا عندي تويمين. ايوا صافي بقيت كنبكي هي كتهضر وانا كنبكي. قلت لي ما عندك علاش تخلعي، راه ماشي انت الاولى ولا انت الاخيره اللي غادي تولد سيزاريان، ولا زعما تقول لي راه الولاده الطبيعيه احسن من راه بحال. بقات كتحاول تقنعني والزوج ديالي مشات عيطت له خرجته على برا، بقات كتهضر معاه وشرحت له داكشي، ومن بعد جا لعندي حتى هو صافي. حتى هو ما كانش متفق زعما انني نولد سيزاريان، وجا لعندي وقال لي شوفي غير توكلي على الله وان شاء الله ما يكون غير الخير، راه ضروري تولدي سيزاريان. قلت له انا بغيت ما قداش، حيت علاش كنخفت بزاف، خفت على راسي، خفت حتى على وليداتي، خفت عليهم. قلت لي بالعكس راه سيزاريان راه حسن لك، زعما ما غاديش تعذبي وما غاديش تحسي. قلت لها لا انا بغيت نجرب الولاده العاديه، ما بغيتش من سيزاريان. قلت شوفي راه نقدر نولدك تزاد البيبي الاول تزاد عادي، يعني تولدي عادي، ولكن راه تولي تفتحي تولدي سيزاريان بالبيبي الثاني، وتبقي انت معذبه هكا ومعذبه هكا بزاف عرفتو، ولا يقدر وزادت كيدني وزادت اثرت عليا بزاف. هي ملي قالت لي يقدري تخنق ولا شي حاجه صافي، بقيت كنبكي ديك النهار ورتي الوجع فيا وانا كنبكي، ما قدرتش نتفكر هذاك النهار، اصعب نهار في حياتي هو هذاك. المهم صافي لا خليني بلاتي شويه، قالت لي يلا خذي وقتك فكري وباش خذي القرار اللي بغيتي، وها انا كنتسناك. بقات كتسناني، بقى معايا الزوج ديالي كيقنع فيا وداكشي صافي. في الاخير استسلمت للقدر، قلت ربي اللي بغاني نولد سيزاريان انا غادي نولد سيزاريان، زعما ما عندي علاش نزيد نعقد الامور اكثر من هكا. ديك الساعات وجدوني هبطوني البلوك وما عطين ليا، وكذلك كنبكي علاش، حيت كنقول ما عرفتش انا دي واش اخر لحظه، زعما في اخر لحظه في حياتي واش انا غادي نزيد نعيش ولا لا. علاش كان في واحد الخوف كبير، واحد الخوف كثير بزاف، كان في واحد الخوف اللي ما عرفتش ما عمري حسيت به من قبل. المهم هبطوني للبلوك هزوني حطوني في سميتو، حطوني للبلوك صافي جلست داكشي. جا الطبيب، كانوا تما ثلاثة ديال الأطباء وجوج ديال المساعدات. جا الطبيب ديال البنج ما شفتوش، عرفتي جا حسيت عليه شي واحد داز من وراي، قال لي جلسي وقفي ظهرك ضرب لي الليبر، كنحس بجوج ديال الليبر ولا ثلاثة ولا ما عرفتش شحال كيضربوا في الظهر. المهم كنحس بيك، قال لي وقفي نيشان ما تحركيش ما تزعزعيش، حيت الا مشيتي تزعزعتي صافي الله يستر كيوقع لك الشلال. ضرب لي هذوك لي باري ديال البنج في ظهري، ساعات بقيت كنحس برجلي ما بقيتش كنحس بهم، دار لي البنج نصفي حطوا لي في رجلي مزيان طلقوهم لي، ما بقيت كنحس بوالو. جوج ديال الاطباء
الطبيبه ديالي واحد الطبيبه ديال لا كلينيك فتحوا لي كرشي جبدوا لي بنوته الاولى ومن بعد جبدوا لي بنوته الثانيه ملي جابوهم وراوهم لي انا ديك الساعه كنودع كنحس براسي كنودع قدرتش نهضر قدرتش نشوفي كتقول لي بغيتي تشوفي وليداتك ندير لها قدرتش انا مشالي التنفس هذوك جوج ديال المساعدات كانوا واقفين فوق راسي كيقولوا لي شوفي حوريه الا حسيتي بالدوخه ولا حسيتي بالرضه ولا حسيتي بانك كتغيبي ولا شي حاجه قولي لنا اي حاجه قوليها كندير لها كنقول انا راه ما بقيتش كنقدر نتنفس صافي كنحس براسي قلت لها كنحس براسي كنغيب واحد شويه وتنيت كنحس بالدوخه وليت عاوتاني كنحس بالتقيه كنقول انا واش كنموت كنشوف عاد الدموع عرفتي الدموع غوادين من عيني كنبكي كنقول لها بناتي كنتنفس غير بشويه كنقول لها بناتي بغيت نشوف بناتي جابوا لي بناتي كيشوف فيهم صافي ديك الساعات قلت لهم دابا ديروا فيا اللي بغيتو عاد بديت كنتنفس من جديد وبديت كنرجع للحياة الحمد لله شكرولي اصعب لحظه دست منها هي هادي اصعب لحظه دست منها في حياتي هي هادي عمري نساها كانت صعيبه بزاف ولكن ملي كتشوف وليداتك كتشوف وليداتك كتنسى والله العظيم الا كتنسى ديك المعاناه وديك الالام وديك شي كامل كتنساه دوزو صافي سالاو مهم لي سالاو تما بدا كيمشي مني البنج جاو طلعوني للشومبر ديالي لقيت راجلي كيتسناني في الشومبر هاد الاحساس زوين صراحه انك ملي كترجع من الموت والله هاد الاحساس زوين تقول الحمد لله وشكرا لله لقيتو شاد لي شومبر قلت له علاش زعما خديتي لي شومبر بوحدي قال لي بغيتك ترتاحي ما واش زعما زاد الفلوس وخد لي شومبر بوحدي فرحت بزاف والله الا فرحت بزاف نيت حتى انا ما بغيتش شي واحد يبرزني في هذيك اللحظه هذيك انا كنصح الناس اللي غادي يولدوا من احسن خولي شومبر بوحدك الله ما ديري ديك الفلوس كتشري الراحه لراسك اللي بلا ما تبرزطيها وبلا ما تبرزطك المهم بدلوا لي حويجاتي وداك الشيء راكم عارفين ومراكش احسن كلينيك زوين بزاف فيه مراقبه كاين العنايه كل وقيته كيجيو يطلعوا ليا قبل ما نعيط لهم انا ولا قبل ما نصوني عليهم انا كل وقيته كيجيو كيطلعوا ليا واش بغيتي شي حاجه واش وليداتك رضعوا واش نديوهم واش مبرزطينك واش يباتوا معاك ولا نديوهم يباتوا معانا عرفتي زوين بزاف ويجيو يجلسوني يجيو واش محتاجه شي حاجه واش بغيتي تمشي للطواليت واش هادي بحق الله العظيم الا حسيت براسي بحال جازه في دارنا دوز سمك 3 ايام بغيت نخرج في حالي جاو شافوني الاطباء كلها ما كاينش غير طبيبه واحده جات الطبيبه ديالي جات الطبيبه ديال جوج الاطباء ديال لا كلينيك كتدخل وحده كتجي وحده حتى كيشوفوا الصحه ديالك واش مزيانه ولا لا عاد باش تقدر تخرج صافي شافوني وليت بخير قالوا لي صافي دابا تقدري تخرجي عطاوني الموافقه صافي خرجت حالي عاد جيت للدار جبت وليداتي ملي كتولد كتحسب ملي كتبغي تنعس كتحس بواحد الراحه علاش حلا واحد الحمل كتكوني هزاه وكتبغي تحطيه حداك وهداك انا منين ولدت وحطيت بناتي حدايا حسيت بالراحه وكل مره كنقلب واش كاينين حدايا ولا لا هو واحد الشعور زوين بزاف كين كتولي عندك واحد المسؤوليه ملي كتولد كتنعس كتحس بواحد الراحه زوينه ولكن راه ماشي ديك الراحه اللي كتعرفوا زعما تنعسيني بحال اللي كنتي من قبل لا كل مره كتضرب كفايقه كنقلب على بناتي بالنهار هادشي ماشي بالليل الليل كيجيو يديوهم كنقول لهم صافي يديوهم ردوا لهم بال
واخا كل مره كنضرب ديك الفرقه كنتوحشو. النهار الاول بديت كنتوحشو الكبده، كبده صعيبه الله يسمح لينا من الوالدين، والله الا الكبده صعيبه. انا هذا الشعور هذا اللي عشته بغيت غير نشاركه معكم، واخا ما هضرتش بلي ديتاي وعاودت لكم داكشي اللي داز بلي ديتاي، ولكن المهم على الاقل غنكون قدرت نوصل لكم شويه من داكشي اللي عشته. المهم البنات، اي استشاره اي موضوع بغيتو تناقشوا فيه انا راهن اشاراتكم، وباقا ان شاء الله نزيد نحط لكم فيديوهات بخصوص فتره ديال الحمل، زعما النصائح اللي تقدروا تتبعوه. في الغزالات ديالي ما تنساوش في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحط لكم بزاف ديال المقاطع في الوقيته اللي كنت غابره فيها، عاد ان شاء الله غادي نكمل معكم عادي كيف ما كنت سابقا. السلام عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف، وتهلاو لي في رؤوسكم، وشكرا على المتابعه ديالكم.